حاليا انا داخل دلوقتي على ايكيا، انا لسه في المول، لسه ما دخلتش. هروح وهنكمل الفيديو هناك. طبعا اتبعت بقى الاسهم اللي على الارض دي. لو انت اول مره تروحي ايكيا لازم تتبعي الاسهم عشان ما تطويش وتقعدي تلفي حوالين نفسك، وفجاه هتلاقي نفسك في نفس المكان اللي انت كنت فيه. فلو انت رايحه على الكاشير او رايحه لاي حاجه لازم تتبعي الاسهم. وبعد كده طبعا خدتش العجله الخاصه بايكيا علشان يعني ابضع بقى واشتري اللي انا نفسي فيه بقى. بصوا حوشت 200 جنيه مغلبيني. بعد كده بقى فضلت اتفرج على الحاجات دي، لممت الوبر وصفيت الحوض اللي جنبيها. الحاجه البيضه دي انا مش عارفه هي ايه، وفي حاجات كنت فاهماها وفي حاجات مش فاهماها، فكنت ماشيه كده بتفرج. احنا ماشيين عكس ولا ايه؟ ماشي. بعد ما تهت بقى وبعد كده فضلت ماشية على الأسهم عشان أنا كنت بشغل دماغي ومامشيتش عليها. لقيت نفسي أنا رايحة على الكاشير على طول من غير ما اشتري حاجة أصلا، معرفش كنت رايحة أعمل لهم ايه. لقيت دي بقى ب29 جنيه، عجبتني قوي وفعلا استخدمتها واستخدامها حلو جدا. وبعد كده بقى لقيت الصواني دي حلوة قوي. طبعا دي بقى حاجات مطبخ، الفوطة دي ب9 جنيه، مش عارفة ليه بصراحة. الفرشة دي بتغسل بيها المواعين حلوة قوي. هوبا، لقيت الرف اللي انا عاوزاه. هو ده ولا ايه يا ترى؟ هو ده ولا ايه؟ هو ده اللي بيتعلق في الحيطة ولا ده؟ هو ده 85 بعد السيب. طبعا سعره حلو قوي، طقم البهارات. بس هو ده يا جماعة، هو ده في الحقيقة، هو ده. هو متراجع حلو قوي. طبعا هاخد واحد عشان انا عاوزاه. نجيب الحاجات اللي احنا محتاجينها بس عشان ما نعملش مشاكل عائلية مع ازواجنا في البيت. الكلام في المفيد بس. ده بقى حوامل السخنة. على فكرة الحوامل السخنة دي اعتبر سعرها حلو، 59 جنيه، بس عملية جدا، عملية اوي بجد. ده ايه ده؟ ده غطا حلة. اللي غطاها حلة، اللي غطا حلتها ضايع، تيجي تاخد ده 249 جنيه. هنجيب حلة احسن يا جماعة. ده بقى كل قسم الاخشاب. في 89 جنيه، غالية أوي. غالية بس شكلها حلو، بس غالية أوي. ما بحبهاش. ما غالية يا ستي. تحسي إن شكلها معرفش يعني. شكلها تقليدي عادي. اه مش حلوة. ايه دي؟ ما فيهاش وردة ولا حاجة تفتح نفسها على شرب الشاي. دي الحاجات الجاهزة بقى بتاعت ايكيا، الأفكار والخزعبلات. دي حوامل المناديل اسعارها 250 جنيه، وده حوالي مناديل خوص بس ممكن تحط فيه ديكور يعني، مش خوص عشان هو مش رخيص. 150 جنيه. 19 جنيه ده الورقة اللي تحت، ماشي عشان محدش يقول ان ده الخوص. دي بقى حاجات منظمة للأكياس. ده اللي عندي حلو، وده في منه تعال يتحط فيه الأزايز. طبعا هو محطوط بس أنا بحب أرغي يعني، معروف يعني، بس أنا بحب أرغي. ده منه منظم أكياس برضه بس مربع. طبعا الحاجات دي موجودة كلها والناس كلها بتقولها، بس أنا بحب أرغي برضه زي ما أنا قلتلكم. في زرعة لونها أخضر. دي طبعا البراويز بقى، القسم بتاع البراويز والمرايات. أنا أهو كنت حاسه اني اتبهدلت شويه شويتين، بس مش مشكله. دي بقى براويز بقى كل الالوان. ودي بقى قسم الشموع كله، دي حاجات بتتحط فيها شمع.
بس انا مش في الشموع قوي بصراحه، ف يعني مشيت ماشيه سريعه كده، بس ايه قلت اعرفك يعني ان يعني قسم الشموع فين لو انتوا فهمتوا مني حاجه اصلا. وبعد كده اخيرا الحمد لله اشتريت حاجات، تعالوا بقى نروح البيت ونشوفها دلوقتي مع بعض، يلا بينا. رجعت البيت تاني وقلت بقى اوريكم انا اشتريت ايه من الجولة اللولبية اللي انا عملتها. بصوا بقى، انا اتعلمت في حياتي ان انا اشتري الحاجات اللي انا محتاجاها بس، تمام؟ يعني مثلا لو انا دخلت في اي حتة لقيت حاجات حلوة كتير بس انا مش محتاجاها او مش عارفة وظيفتها ايه، فمش بشتريها، وبشتريها لما بحتاجها، محتاجتهاش مش بشتريها، وبكتفي ان انا اتفرج عليها وخلاص. وهنخرب بيوتنا على الفاضي ليه يعني؟ هو احنا محتاجين افلاس يعني؟ الواحد يجيب اللي نفسه فيه وخلاص. المهم بقى ان انا كان نفسي في دي قوي، كنت محتاجاها، فدي اصلا منظم اللي هو التوابل، انا وريته لكم في الجوله في الحياه شكله عامل ازاي، بس هو بنشتري لسه هنركبه بقى، ادعوا لي علشان انا عندي يعني سنه غباء صغيره في الحاجات اللي تتركب دي، لسه ما ركبتهاش، رب بس ما اكسرهاش. ودي انا جايباها، هي المفروض تتحط فيها التوابل، بس انا جايباها مش للتوابل، انا جايباها عشان احط فيها الحاجات اللي هي الخشبيات والحاجات دي كلها، بس لسه ما ركبتهاش بقى، فهشوف هركبها امتى. بس قلت اوريها لكم يعني علشان لو فتحتها ما تجوش تزعلوا في الاخر، تمام؟ وكمان اشتريت اللي هي الدواسة، حطيتها قدام باب الحمام، هوريها لكم عشان انا فعلا بالظبط فعلا يعني انا حطيتها تماما في، مش عارفه الكاميرا فيها ايه، فانا مش عارفه اتكلم بسبب ان الكاميرا عماله تعملها ما اعرفش في ايه بصراحه. تعالوا بقى نشوف الدواسه انا حطيتها ازاي علشان ايه يبقى انا عملت اللي عليا معاكم. ولو انت عندك الحمام مثلا بتطلع من الحمام مثلا في رجليك شويه ميه وتحطيهم على السجاده، فانا بنصح ان انت تشتري الدواسه اللي انا هوريها لك دلوقتي. ودي الدواسه اللي انا قصدي عليها، حتى يعني حاجه مضحكه جدا، سيبكوا انا اتوسخت شويه، انا لسه حطاها بالتيكت، يعني عارفين ان انا الكسل بتاعي اللي انا حطاها بالورقه بتاعتها لسه، فالدواسه دي حلوه قوي. وطبعا هي اتوسخت شويه عادي، هكنسها بس يعني لو انت رجليك طالعه بالميه فهي هتنقذك بس، وهتنقذ الحته اللي حواليها، تمام؟ يعني كده الحته اللي حواليها يعني اتنقذت شويه، لان انتوا ما تعرفوش الحته اللي حواليها دي بتبقى عامله ازاي، يعني من الحمام يعني الارضيه بتاعتهم بتبقى ما فيهاش ميه جامد، بس مش عارفه في ايه، بس يلا الحمد لله. وبكده يكون الفيديو بتاعي خلص، يا رب يكون استفدت منه وعجب الجوله البسيطه اللي انا عملتها. ولازم اقفل الفيديو دلوقتي عشان الموبايل هيفصل الشحن فلازم اشحنه، فتابعوني الفيديوهات الجايه ويلا باي 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 باي.